حول الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد وضع السؤال. تفضل سيد نائب. شكرا. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب. لا بعلم جميع أن المغرب عاش سنوات ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص اللي خلات ضحايا ديال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هاد الضحايا كانت خرجت من التوصيات الأساسية ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، جبر الضرر الفردي وكذلك الجبر الضرر الجماعي. سؤالنا اليوم، هل تم تسوية كل هاد الحالات لفائدة هاد الضحايا، ضحايا هاد الانتهاكات الجسيمة، وأين وصل الإدماج الاجتماعي لهم؟ وشكرا. شكرا السيد نائب. تفضلوا السيد الوزير، لكم الكلمة. وأطلب من الأخوات والإخوة، السيدات والسادة النواب، شوية الهدوء. الله يجزيكم بخير. أكرموا المتدخلين حكومة ونواب بالإنصات من فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد النائب المحترم، تفضلتم وفريقكم المحترم بطرح سؤال كبير ويحتاج إلى وقت طويل للإحاطة بكافة معطياته وتقديمها لكم بصفتكم ممثلين الأمة. الحقيقة أنه وبعد أن أنهت هيئة الإنصاف والمصالحة أشغالها وقدمتها لجلالة الملك في 6 يناير 2006، تمت إحالة الملف على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الوطني حاليا لحقوق الإنسان. وبالطبع منذ ذلك الوقت وهناك تعاون منذ سنة 2006 بين الحكومة وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونتيجة لذلك كانت هناك مجموعة من التدابير التي لم تصل إلى مستوى إغلاق هذا الملف، ولكنها قطعت أشواط مهمة. سوف أعطي بعض المعطيات وليس كافة المعطيات. بالنسبة للتعويض المالي، فإن عدد ضحايا المستفيدين هو 17,776 درهم، بما قيمته حوالي 788 مليون درهم. بالنسبة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية، بلغ عدد المستفيدين من التوصية المتعلقة بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة تفعيل توصياتها 539 حالة، كما تم التدقيق في المعطيات المتعلقة بجميع الحالات التي تم عرض لوائحها على رأس الحكومة، وتمت مراسلة القطاعات الحكومية المعنية وعقد لقاءات لتدارس كل الحالات. بالنسبة للإدماج الاجتماعي، بلغ عدد المستفيدين من التوصية المتعلقة بهذا الموضوع 1153 حالة، وقد تمت دراسة هذه الحالات وإعداد لوائح بخصوصها حسب السن، المؤهلات، التوزيع الجغرافي، الأوضاع الاجتماعية إلى غير ذلك. وطبعا هناك مجموعة من التدابير والمساطير، مثلا تنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي على المستوى المحلي. هناك عملية استماع للمعنيين بالأمر ودراسة اقتراحاتهم من طرف اللجان المحلية على صعيد تشغيل إحداث المقاولات والمشاريع المديرية للدخل، الاستفادة من الأراضي الفلاحية وتجهيزها، والاستفادة من سكن قار، الاستفادة من محلات تجارية أو من أكشاك. وفي هذا الصدد كانت هناك مجموعة من الإنجازات التي لا شك أن هناك معطيات حولها. ثانيا، هناك تنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي من طرف اللجنة المركزية، كاين هناك مجهودات اللي هي كتعلق بالتوظيف ومنح سكن بالمجان أو مأذونية النقل. كاين هناك المتابعة الطبية التي تهم الآن 80 حالة، وهي عبارة عن متابعة طبية مستمرة من طرف المصالح التابعة لوزارة الصحة. عندنا مأذونية النقل 300 حالة، عندنا التوظيف 221 حالة، الآن كاين هذه العملية جارية، عندنا السكن. الخلاصة أن هناك مجهودات كثيرة لكنها لم تصل إلى أن تستوعب كافة معطيات هذا الملف. وشكرا. شكرا سيد الوزير، لكم الكلمة سيد نائب في ترتقيب. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على هذه الإيضاحات وهذه الأرقام اللي لابد كتبين أن كانت هناك مجهودات في السابق لحل هذه المشاكل، ولكن ما زال هناك مجموعة ديال الملفات العالقة اللي هي في الحقيقة مآسي اجتماعية لابد من الحكومة. هذه الملفات اللي مازال ما تعطت لهاش
الامكانيات الماديه من طرف الحكومه باش تحل المشاكل الماديه ديالها، ولا المشاكل اللي مازال عالقه باسباب اداريه لابد من الالتفاته من عند الحكومه لحل هاد مختلف المشاكل. كاين كذلك ما هو من كنهضروا على جبر الضرر الجماعي، هناك مازال ما كانتش هناك اراده كيبان على الاقل على مستوى مجموعه ديال القضايا باش نزيدوا لقدام. ملي كنهضروا على المراكز سيئه الذكر، كنهضروا على تازمامارت، الاقل عتمكونه، مازال ما كاينش كان مشاريع باش يوليو هادو مراكز للذاكره، مازال هناك فرامل هاد الاجراءات واللي ما خلاتناش اننا ندخلوا فعلا لهذا الروح ديال الطي كامل اللي صفحت الماضي. مازال هناك المشاكل ديال المقابر الجماعيه والمشاكل كثيره خصها اراده واضحه سياسيه من عند الحكومه الحاليه باش الاستمرار في حل هذه المشاكل والاستماع لهاد الضحايا اللي في الحقيقه انا اتاسف يعيشون وضعيه اجتماعيه كارثيه، وكنتلاقاو بالكثير منهم الذين ينتظرون من المغرب اللي يدخل الروح الدستور الجديد ليعترفوا بتوصيات هيئه الانصاف والمصالحه كاحد الركائز الاساسيه ديالو، اننا نطويو فعلا مع هذه المرحله اللي نتمنى ان تولي هذه المراكز يشوفوها الشباب اليوم باش يعرفوا من اين مر المغرب واين المعاناه اللي عانيناها باش نوصلوا لهذه المرحله اللي الان نطمح فيها الى بناء دوله ديمقراطيه لكي لا تتكرر، وخص اراده قويه واراده شجاعه باش نطويو هذا الملف نهائيا. وشكرا. شكرا سيد نائب.